فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل صحيح أن العقيقة هي شيطان يكون ملازما للمولود لا يتركه حتى تذبح له هذه النسيكة؟ لا، هذا اعتقاد فاسد. عقيقة عبادة لله عز وجل، ما هي علشان طرد الشيطان عن الغلام. أما حديث كل غلام مرتهن بعقيقته، فالمراد من ذلك أنه لا بد من ذبحها، مرهون بها لا يفك أسره إلا إذا ذبحت عنه. نعم.